لي كلاس ديال لي زيبي. اش قلنا في الاول ملي هضرنا على لي بي؟ قلنا انه يتكون من ماذا؟ يتكون من اربعه ديال لي بلوك. تتكون من اربعه ديال لي بلوك. قلنا مناش؟ قلنا تتكون من اربعه ديال لي بلوك. ها هما، ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع. ها هاد لي زيبي عندنا دي كلاس. هنا اللي علاش نهضروا على الساب نت. عندنا دي كلاس، عندنا كلاس ا، كلاس بي، كلاس سي. واخ شنو هو يا كلاس ا وبي وسي؟ الو حنا ملي كنبغيو نتكونيكطاو اولا احنا بغينا نتكونيكطاو في واحد الغيزو، راه ما تيكفيناش غير لادريس اي بي، ما تتكفيناش غير لادريس اي بي، كتخاصنا ثاني واحد الحاجه كتسمى سابنت. حنا نشوفوها، كتسمى السابنت. هاي دابا هانتا ملي كتقول لي ها ودي انا بغيت ندير واحد لادريس اي بي، تيقول لك واخا دخل لادريس اي بي ديالك هاي اراها ليا، ولكن ماشي تعطيني هي الاي بي. الاي بي راه انا ما نافعني في والو، راه خاصك تعطيني حتى السابنت ماسك، خاصك تعطيني الماسك غيزو. الوغ هاد الماسك غيزو شنو هي؟ قلنا ما تيكفيناش غير الاي بي باش نتكونيكتو، خاصنا حتى السابنت، خاصنا السابنت ماسك. اشنو هو هاد السابنت ماسك؟ هاد السابنت ماسك كنلقاو فيه الكلاس ا والكلاس بي والكلاس سي. اش كنا هو الدور ديالو؟ هو اللي كيعرف لينا الشبكه، وهو اللي كيعرف لينا الهوست، يعني الجهاز، الجهاز تعرف لينا الشبكه وتعرف لينا الجهاز. يعني الكلاس ا كيتكون من نيتورك، دوك الارقام الاولى ثلاثه الاولى حنا نشوفو الارقام الاولى كيتكون من نيتورك، وهاد ثلاثه الاخرين ديال الهوست ديال عدد الاجهزه. هنا عدد الاجهزه اللي بغينا نكونيكتيو، وهنا الشبكه. هذا معرف، هذا في كلاس ا، هذا الاول كيعرف لينا الشبكه، وهادو تعرفوا لينا لي هوست. لي هوست ملي تسمع هوست تقدر تكون سيرفر، يقدر يكون تليفون، يقدر يكون ثلاجه كمكونيكتيه في الانترنت، يقدر يكون هاد التلفازه تتسمى الهوست. هذه كنقولوا لها حنا هوست، تقنيه كنقولوا لها هوست. يعني اي حاجه كتشدها تكونيكتيها في لو ريزو كتسمى هوست. وعندنا النيتورك، الشبكه. اش من شبكه؟ خاصني انا بغيت نتكونيكتا فواحد الشبكه، خاص تكون عندي ليدونتيتي ديال هاد الشبكه، ما غاديش نجيو نتكونيكتا بشكل عشوائي، تيخصني ليدونتيتي ديالها. ليدونتيتي ديالها فين كتكون؟ في الكلاس ا، تتكون عندنا في النيتورك، تكون عندنا في النيتورك، وتيكون عندنا هادو كاملين عندنا الحق انهم دي هوست، شبكات او لا يعني اجهزه. هاد كلاس بي اش يكون عندنا؟ تيكون عندنا المعرف الاول، داك البلوك الاول تيكون خاص بالشبكه، والبلوك الثاني خاص بالشبكه، وهاد جوج هما اللي مخصني لي هوست. اذا هنا لاحظ معايا، انا عدد الاي بيات اللي كيعطيني الخاصه بلي هوست قليل مقارنه مع الكلاس ا. الكلاس ا تعطيني بزاف، ها انت واحد البلوك الاول، البلوك الثاني، البلوك الثالث. هاد المعرف الاول خاص غير هي ديال الشبكات، هذا ديال الشبكه، ولكن هادو كلهم ديال لي هوست. هاد الكلاس بي كيعطيني غير ديال الشبكة، الأول الشبكة والثاني الشبكة، وتيبقاو ليا غير دو هوست، يعني الأجهزة اللي غادي اللي بغيت نكونيكتي. في الكلاس سي كيكون هنا شبكة 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 هوست، بحال 192 168 واحد واحد، هذاك الواحد الأخر هو ديال الجهاز ديالك بحال هنا. بحال 192 هذا خاص بالشبكه، وهذا خاص بالشبكه حيت هذا كلاسي، هذا لادريس اي بي كلاسي. حنا نرجعوا لي كلاس، كلاسي 192 168، هذا الرقم الاول خاص بالشبكه، وهذا الرقم الثاني خاص بالشبكه، وهذا الرقم الثالث خاص بالشبكه حيت كلاسي هذا، وهذا 160 هي لادريس ديال هذا التليفون. اذا 162 خاصه بهذا البي سي، 163 خاصه بهذا، 164 خاصة بهاد البيسي اللي عندي. إذا كما كتشوفوا مثلا الكلاس أ عدد لي زادريس اللي كتعطينا 16,777,000 نظرة، الكلاس بي كتعطينا 65,536، كلاس سي كتعطينا 256 أدريس اللي ممكن نحصلوا عليها. إذا لي كلاس أ وكلاس بي وكلاس سي هما هاد لي زيبي اللي كتشوفوا.
الكلاس أ من 10 تتكون 0 0 0 حتى ل 10 255 255 255. الا جينا نشوفوا هنا راه نفس المساله هنا هاي نيتورك هوست هوست هوست. الكلاس بي 172 16 00 192 131 255 255 وكلاس سي 192 168 00 حتى 192 168 255 255. اذا هذا هذه الكلاس سي هذا العنوان الاي بي داخل في كلاس سي وهذا داخل في الكلاس بي وهذا داخل في الكلاس ا. مفهوم هادشي حتى لهنا؟ مفهوم هادشي ياك؟ اللي ما فهمش شي حاجه يكتب لي ما فهمتش قبل ما نزيد. الو لي لا شنو اللي جاك صعيب اخويا؟ الو ما تكفيناش غير لادريس اي بي باش نقدروا اننا نتواصلوا داخل واحد الشبكه ما تكفيناش غير لادريس اي بي. كاينه واحد الحاجه اخرى تنحتاجوها بحال كي قلنا ملي شبينا ملي لي هوست اخويا راه كما قلت لك هذا التليفون ديالك تعتبر هوست في الشبكه تعتبر هوست هذا البيسي كيتعتبر هوست حيت حنا ما غاديش نقولوا بيسي تليفون تنقولوا هوست والسلام عليكم. هذا الهوست ممكن يكون يقدر يكون هذا ليكرون يقدر يكون هذه التلفازه لان التلفازه ذاك هي مكونيكتا في الانترنت اذا هذه هوست تليفون كونيكتي في الشبكه تعتبر هوست بي سي كونيكتي في الشبكه تعتبر هوست